احتفلت اليوم الطائفة اليهودية في معبد الغريبة بجربة بيوم المنارة، وهي واحدة من الطقوس في الديانة اليهودية، وكان حضرها رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية، واللي أكد على الاستعدادات الخاصة التي اتخذتها الوزارة لإنجاح موسم الغريبة. زيارتنا أو زيارة وفد من الوزارة نيابة عن عناية السيد وزير الشؤون الدينية هو تدخل في باب تقديم التهاني للتوانسة اليهود بمثل هذه المناسبة، مناسبة زيارة معبد الغريبة، ودعم معنوي لهم أيضا حتى تقوم احتفالاتهم بهذه المناسبة على أحسن الوجوه، كما دعمناهم أيضا ماديا، وهي أيضا رسالة ليس فقط للتونسيين وإنما للعالم أجمع على أن تونس تبقى دائما وأبدا أرض الحضارات المتعاقبة، أرض الحوار، أرض الاعتدال، أرض التسامح، تلك الصورة الجميلة التي أحبنا العالم من أجلها. يوم المنارة يرمز في الديانة اليهودية للتسامح والتضامن بين اليهود، وين يتجمعوا في مكان واحد ثم ينظموا خرجة جماعية من معبد الغريبة. هذه زيارة اليوم يجي يزوروا العباد، يشعلوا الشمع، يعملوا ديفو، يعملوا يطلبوا ربي برشا حويجات أتغفير الغريبة ولي هي وخدمة وعملوا لها أن يجيوا العباد من كل بلاصة ويجيوا مطفو اليوم، فما الحمد لله الدينا قاعدة تتسرح بشوية بشوية كل شيء يشد بعضه. يا بادهم ما فماش كلام باش نقولوا تو لا ريوسيت دو لا سيكوريتي، من المطار حتى لنم حتى في الوتيل في ما عندناش كلمه. السوق بارتو سي اكسيبسيونيل سي ايموفون تيلمون كو سي ترو سي ترو سكو فوز اي في بور نو فوالا اي اون فو ريميرسيرا جامي اسي باسكو سي فيريك جام دون اوكان بيي اون بو فوار سكو فوز اي في بور نو. الاحتفال بهالمناسبة في الديانة اليهودية شهدت إجراءات أمنية مشددة من طرف قوات الأمن واللي كانت حاضرة بمختلف فرقها ووحدتها.